السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. المحافظة الجنوبية تقوم بزيارة تفقدية لسكن العمالة المشترك لتصحيح أوضاعهم. وزارة التربية والتعليم تطلق برنامجا صيفيا عن بعد لطلبة المدارس الحكومية والخاصة. فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة السادسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تسلمت المحافظة الجنوبية 2000 كمام طبي من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وجمعية بصمة خير، وذلك ضمن إطار جهود المحافظة في مكافحة فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الاحترازية من خلال الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات. وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية على الدور الذي تقوم به المحافظة من تنسيق ومتابعة مع الأجهزة الأمنية ومختلف المؤسسات الأهلية والخاصة في نشر الوعي من خلال تبني العديد من المبادرات الأمنية والاجتماعية الرائدة التي تعزز من التدابير والإجراءات الاحترازية بين كافة أفراد المجتمع. وأشاد سموه بهذه المبادرة التي تعكس التعاون مع الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، والتي تسهم في تعزيز الممارسات الوقائية والاحترازية اللازمة من خلال استلام الكمامات الطبية التي تم صناعتها بأياد بحرينية بمشاركة من الأهالي والأسر المنتجة من المحافظة الجنوبية. ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية للعمل على تخفيف كثافة العمالة في المناطق السكنية بمنطقة الرفاع، قامت المحافظة الجنوبية بزيارات ميدانية ضمن فريق مشترك من الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية وهيئة الكهرباء والماء، وذلك من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي في سكن العمالة المشترك وتصحيح أوضاعهم. وأكد سموه حرص المحافظة في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بشأن تخفيف كثافة العمالة الوافدة في مناطق سكنهم كإجراء احترازي ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأشار سموه إلى أن الفريق المشترك قد اطلع على 691 مسكن جماعي مشترك، وتم إخطار 388 مسكن مشترك لتصحيح أوضاعهم و215 مسكن في طور تصحيح أوضاعهم، كما قد تم قطع التيار الكهربائي عن 12 مسكن مشترك لمخالفتهم لاشتراطات السلامة الموضوعة من قبل الجهات المختصة. من منطلق حرص المحافظة الجنوبية وبتكليف من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وجه سموه بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ذو الاختصاص متمثلة طبعا مديرية شرطة المنطقة الجنوبية وكذلك بلدية المنطقة الجنوبية وهيئة الكهرباء والماء والأخوان في الدفاع المدني. طبعا هدف هذه اللجنة هو تصحيح أوضاع المنازل الغير ملتزمة بالاشتراطات الموضوعة من قبل الجهات المعنية. طبعا اليوم في الحقيقة مع الأخوان زرنا المنازل هذه، وطبعا وجهنا السكان هذه المنازل واملاكها بضروره التوجه الى بلدية المنطقه الجنوبيه لتصحيح الاوضاع. دشن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم برنامج الوزاره الصيفي الذي سينفذ للمره الاولى عن بعد باستخدام الوسائل الرقميه، ويستفيد منه العديد من طلبه المدارس الحكوميه والخاصه بمختلف المراحل الدراسيه، حيث سيفتح باب التسجيل فيه خلال الفترة من 15 وحتى 18 من يوليو الجاري عبر خدمة التسجيل في الأندية الصيفية بموقع الحكومة الإلكترونية.
وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة الشيخة الجيب، الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم. أهلا بك دكتورة. في البداية، تجربة تنفيذ نشاط صيفي عن بعد تعتبر تجربة جديدة من نوعها، ما هي استعداداتكم لهذا البرنامج الصيفي وكيف ستقومون بتوظيف الوسائل الرقمية؟ أول شيء مساء الخير أمسي عليك على جمهور قناة البحرين الفضائية. طبعا احنا يعتبر النشاط الصيفي اللي تنفذه وزارة التربية والتعليم من الأنشطة الإجرائية السنوية، وهذه يقوم عليه جهات إدارات متعددة في قطاع الخدمات التربية والأنشطة الطلابية. وسنويا نلقي إقبال كبير من طلبتنا من مختلف المراحل العمرية من خلال الأندية الصيفية. سنويا نفتح أندية صيفية، لكن نظرا للظروف الاجتماعية اللي مر بها العالم بأسرى والتصدي حق جائحة كورونا ومواصلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوجيهات من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم إن احنا نستغل وقت فراغ الطلبة ونوجد البديل عن هذه الأندية. وفعلا تم وعظ مقترح البرنامج الصيفي الافتراضي ويكون لجميع الطلبة الدروس الحكومية والخاصة ولجميع المراحل التعليمية، وتم طرح حزمة من البرامج الإجرائية عن بعد والتي بنطبقها لأول مرة وبكون مجاني للطلبة. ويشارك في تقديم محتوى تلك البرامج نخبة من الاختصاصيين اللي تابعين لكل من إدارة الخدمات الطلابية، إدارة التربية الرياضية والتشفية والمرشدات، إدارة المكتبات، بالإضافة إلى مركز رعاية الطلبة الموهوب. طبعا احنا عندنا أهداف في الحقيقة إن احنا نستثمر أوقات فراغ طلباتنا في مختلف المراحل الدراسية، وإن هم يستمتعون ببرامج مفيدة ومسلية نصف قدراتهم وننمي مهاراتهم في مختلف المجالات. وكذلك نكتشف الطلبة الموهوبين على أساس أن هذه يساهم لهم يشاركون أن استثمر التكنولوجيا التعليم استثمر أدوات رقمية توفرها لوزارة. مثل ما قلت أختي، إحنا أعلننا عن البرنامج وتم إطلاقه اليوم 19 على بناء على طلب أولياء الأمور بتمديد المدة لطلب أكثر لأبنائهم. بنبتدي إن شاء الله من بكرة 21 لغاية 19 أغسطس. وبيتم التواصل عبر البريد الإلكتروني للطلبة المسجلين للبدء بيستلمون روابط رقمية خاصة بالورش التدريبية والمحاضرات واللقاءات، كله عن طريق تطبيق ستيم بمايكروسوفت 365. نعم دكتورة، ما الذي تم توفيره لتأمين نجاح مثل هذا البرنامج بعد نجاح وزارة التربية والتعليم في إنهاء الفصل الدراسي الثاني رغم تلك الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم؟ اي شوف اختي، احنا انتقلنا في برامجنا الصيفيه من الطريقه التقليديه اللي تطلب حضور شخصي الطالب الى مقر النادي والبرنامج الى تنفيذ محتوى البرامج بشكل افتراضي عن بعد، وكان انتقالها ترى سهل ويسير، خاصه ان كل الادوات الرقميه اللي نستخدمها نفعل برنامجنا فترة الصيفي عن بعد متاحه منذ سنوات باشراف اداره نظم المعلومات من خلال مشروع جلاله الملك أحمد لمدارس المستقبل ومشروع التمكين الرقمي. علشان أضمن نجاح هذا البرنامج سجلنا حزمة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة المرئية الافتراضية ورفعناها في تطبيق ستيم التابع لمايكروسوفت 365. بيتمكنون الطلبة المشاركين في البرنامج يدخلون من تلك الروابط الرقمية، أن كل إدارة أعطيناها روابط رقمية ويكون معروض للطلبة في وقت مناسب لهم، وفي مرونه ان الماده تعرض لاكثر مره للطلبه عشان يستفيدون منها. نعم. نعم الدكتورة الشيخة الجيب، الوكيل المساعد للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم، شكرا لك. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. إنجاز 200 معاملة ضمن مبادرة الشمالية عند دارك.
أعلن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل الالتحاقي ببرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية الدفعة السادسة لموظفي القطاع العام ابتداء من يوم الأحد الموافق 19 من يوليو الجاري لغاية 2 أغسطس 2020، إذ يجسد البرنامج جانبا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الحرص على الاستثمار في تطوير العنصر البشري والاعتزاز بالقدرات البحرينية وأهمية إعداد الكفاءات القيادية في مختلف القطاعات المتنوعة بمملكة البحرين. وأشار المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد بن عبد الرحمن الخليفة إلى أن البرنامج نموذج طموح متكامل يهدف إلى استقطاب الطاقات البحرينية الشابة المتميزة في القطاع العام وإعدادهم عبر انتدابهم في المكتب لمدة عام كامل، بما يتيح لهم اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات القيادية من خلال البرامج التدريبية المكثفة مع أبرز الخبراء ولقاءاتهم المباشرة مع صانعي القرار في الحكومة. أعلنت جمعية المرصد لحقوق الإنسان عن إطلاقها مبادرة مستشارك لتخصصك، وذلك لمساعدة الطلبة في اختيار التخصص الجامعي وفقا لمعايير علمية، وذلك عبر تخصيص عدد من المتطوعين خريجي التخصصات الجامعية المختلفة للإجابة على استفسارات الطلبة. وجاءت هذه المبادرة نتيجة لما يواجهه الطلبة في هذه الفترة من كل عام من تردد وحيرة في اختيار التخصص المناسب لميولهم وطموحاتهم وقدراتهم، باعتبار أن هذا القرار يعد من القرارات المصيرية التي يترتب عليها تحديد مستقبل الطالب ووظيفته، مما يتطلب معرفة رغباته الحقيقية وتجنب العواطف والاستماع إلى نصائح وإرشادات الخريجين من التخصصات نفسها ممن مروا بتجارب يمكن الاستفادة منها. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد حسين فزيع عضو جمعية المرصد لحقوق الإنسان. أهلا بك. بداية، ما هي تفاصيل مبادرة مستشارك لتخصصك؟ مرحبا، مساء الخير. أهلا. يا هلا. بالنسبة حق مبادرة مستشارك في تخصصك، هي مبادرة أطلقتها جمعية المرصد لحقوق الإنسان خدمة للطلاب الجدد المقبلين على المرحلة الجامعية. نعم. وذلك بتواصلهم مع المستشار للإجابة عن بعض الاستفسارات أو الإشكاليات التي يواجهونها الطلاب، خاصة في المراحل في بداية المرحلة الجامعية. نعم. وتتضمن أيضا المبادرة عن إطلاق عدد من المحاضرات، تكون محاضرات إلكترونية، ومن خلال هذه المحاضرات راح نستضيف عدد من المختصين في هذا المجال، وذلك للحديث عن كيفية اختيار التخصصات الجامعية بشكل عام والاستفادة من خبرات المتطوعين في هذا المجال. نعم. كم عدد التخصصات التي تشملها هذه المبادرة؟ حاليا وصلنا لعدد 15 متطوع، أي 15 تخصصات. نعم. في منها على سبيل المثال عندنا تخصص القانون أو تخصص الدراسات الإسلامية والهندسة وغيرها من التخصصات. نعم. وإن شاء الله في المراحل القادمة أو في الأشهر القادمة راح نزيد عدد التخصصات، وذلك وفقا لرغبة الطلاب. نعم. هل هناك فترة محددة لهذه المبادرة؟ نعم، هناك فترة محددة، هي تبتدي من هذا الشهر الجاري وحتى بداية الفصل الدراسي للمرحلة الجامعية المقبلة. نعم. نعم، السيد حسين فزيع عضو جمعية المرصد لحقوق الإنسان، شكرا لك. أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة عن إنجاز 200 معاملة ضمن مبادرة الشمالية عن دارك، والتي تقدم خدمات لفئة كبار المواطنين وذوي الهمم والأرامل والمطلقات والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا منذ تدشينها في 15 من مايو من العام الجاري. وأوضحت الفضالة أنه ضمن استراتيجية البلدية الشمالية لتحقيق أعلى معايير معدل رضا العملاء من خلال توفير القنوات المتاحة للتواصل مع المتعاملين لتلبية جميع الاحتياجات مع ضمان صحة وسلامة المتعاملين من هذه الفئات ومساعدتهم على البقاء في منازلهم من دون تكبد عناء الحضور إلى مبنى البلدية.
وتتمثل الخدمة في سيارة مجهزة بمعدات إلكترونية حديثة وشاملة لتقديم الخدمة المتكاملة في المكان نفسه ومتصلة بأنظمة البلدية. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.